خلاص لغوا الألقاب؟ لغوا إيه بس؟ دي مجرد شكليات ليس إلا. اتفضل تعالى. طب إيه؟ مش هتنزل معايا؟ لا أفيد سيادتك، أفضل إن لقائك بولاد أخوك يكون لوحدك، ده هيبقى لقاء عائلي تاريخي ما ينفعش أنا أحضره. ما أنت من العيلة. دي مجرد علاقة نسب. يعني حيالله حبى فوز السيوف ليس إلا. وبعدين وراها شغل بتلتل في المكتب. أشوفك بكرة، بينا كلام كتير. بكرة إن شاء الله. رعاية الله منصور بيه. الحمد لله على السلامة. وصل أستاذ عزت. أهلا، أنت مين؟ إبراهيم يا فندم. تجديد هنا يا إبراهيم؟ أيوة يا فندم. أهلا بيك. الحمد لله على السلامة يا منصور بيه. أهلا يا شفيع، إزيك؟ الحمد لله يا فندم. اهلا اهلا منصور بيه. اهلا يا عايده، ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. امال فين ولاد اخويا؟ كان المفروض يكونوا في استقبالي. فوزي وسعاد نازلين حالا. وحسين ونبيل؟ حسين راح المصنع ونبيل في مشوار، زمانهم على وصول. طيب هنشوف. لسه واصل ولا ايه؟ افتكرتك جوه. لا لسه واصل زيك. شلان؟ خالص. يلا. اخيرا يا اولاد اخويا. بسم الله ما شاء الله كبرتوا وبقيتوا رجاله. دي سنين عدت يا عمي، اكيد لازم نكبر. ايوه يا نبيل، بس الكبر والنضج مش بس بالسنين. الحقيقه اخويا الله يرحمه مات بحسرته بسبب خيبة أمله فيكم. كان دايماً عنده إحساس إن كل اللي عمله في حياته هيضيع على إيديكم. اسمح لي أعترض على الكلام ده. أسمح لك، بس هو مش هيقدر يسمح لك ولا يسامحك، لأنه خلاص الله يرحمه. الدنيا اتغيرت ومفيش حاجة بإيدينا. فهمي باشا الله يرحمه ما كانش قادر يستوعب التغيير ده هو كمان. بالعكس يا عايدة، بالعكس، ده استوعبه جداً. فهم أخويا الله يرحمه قبل ما يموت عمل توكيل عام رسمي وباع لي كل املاكه هنا وبره، وقال لي يا منصور وصيتك تمنع الكارثه اللي على الابواب. اسف مش عارف امسك نفسي. الله يرحمك يا اخويا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من هنا ورايح تسمعوا الكلام وتنفذوه بس يا اولاد السيوفي.